طبعا طلاب في تجربة الشد السطحي يبقى أنه نوجد ارتفاع السائل بالأنبوبة. تلاحظون أنه الأنبوبة خليتها بوضع عمودي ونزلت الطرف السفلي مات الأنبوبة بالماء، بس الماء يبدأ يرتفع بالأنبوبة إلى حد معين ويتوقف. ليش يتوقف؟ لأنه القوة نحو الأعلى راح تساوي ويا قوة الجاذبية. قوة الجاذبية اللي لعمود المسلط، يعني لوزن عمود المتمثلة بوزن عمود السائل الارتفاع. تلاحظون هاي الفقاعة أو هذا الخط الأفقي، السائل لهنا وتوقف، هذا لهنا وتوقف، مثل خط أفقي أبيض لهنا ويكون السائل قد ثبت. طبعا نقيس الارتفاع السائل عن سطح الماء، نخلي نجيب مسطرة، المسطرة نخلي زيرو مات المسطرة ويا سطح السائل، الصفر ويا سطح السائل فيت، ونشوف الشخطة شو تقابل على المسطرة يا تدريج. هسا أنا من جانبي دا أشوف إنه دا يقابل 2.8 سنتيم. هذا هو يتمثل ارتفاع السائل بالأنبوبة الشعرية 2.8. نعوضه بالقانون أسوة بالآر، أيضا نصف القطر مات الأنبوبة الشعرية، النصف القطر الداخلي أقصد اللي يسري به السائل، ممكن إيجاد الشد السطحي للماء اللي هو وحداته وحدات قوة لوحدة الطول. وشكرا جزيلا.